اهلا وسهلا بكم في صبرا يار. ان شاء الله عيدكم مبروك يا شعب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله كل عام كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربك، وربي بعد علينا هالوباء يا ربي هيك تفرهدوا شويه. اما غلاو العلال شو السنه راه؟ لا غلاو ياسر فيك. العلوش وصل مليون، راه مليون واش منهم واحد شاري علوش بمليون و200 مروح بيه، قالوا صاحبه شنو هذا؟ قالوا ضحيه. داروا العلوش قالوا والله انت هو الضحيه. وهو عيد السناء، ثم شكون ضحى؟ ثم شكون ما ضحاش؟ اما حتى المشيشي قال لك ضحى سناء، ما قال لك عيد السناء. المشيشي ضحى بوزير الصحه شافاه وفوزي المهدي كبش فداء. المشيشي قال لهم لقد بلغ السيل الزباء. قال لهم في الزقفونه، قال لهم تو ما عادش فيها الراجل باش يقتل الشعب. شبيك رانا كنا قاعدين كنا قاعدين لاباس علينا. تعمل هكا وزاره الصحه تهبط بلاغ قالت لك اللي عمره فوق 18 سنه يذبح ويمشي لقع. حاسيلو الحظب اللي تحرم منها الشعب التونسي في الرحبه، عوضها كل قدام مراكز التلقيح. يا ولدي قال لك تهز راسك تشوف الحظبه نتاع العباد كيلومتر التالي. نعرف واحد مشى يلقح يديه فارغه روح بزوز كيلو سلاله هنديه. تغشش المشيش، لا تغشش شي قلم. ها الواحد يغفر عليكم، نهارين في وتيل دخلوها بعضها ما ارتاحش. قال لهم انا معناتها كرجل دوله ما نرتاحش اموري، انا ما نلبسش شورت روز كان بالفوتوشوب. انا حاسيلو وزير الصحه فوزي المهدي نهار العيد مسكين ينافيغي على الفيسبوك على روحه ويعرض هكا خبر اقاله وزير الصحه. شوفوا يعني قمه التواصل في الحكومه، وزير يسمع بروحه مقال من وسائل الاعلام، الادمينات نتاع وسائل الاعلام في بالهم اقاله الوزير قبل الوزير بيدو. اما المشيشي قال لهم معقول؟ قال لهم السيد مهبط العباد للتلقيح نهار العيد من غير ما يعلمني؟ يا سيد الرئيس قالوا له ها وبعث مراسل لوزاره الداخليه قبل بنهار يعلم فيكم باش تامنوا مراكز التلقيح. هي قال قبل بنهار يعلمني يا اخي، بالك في الجاكوزي انا وقتها يا اخي، هاي ولا نبربس السقاي في البيسين في الوتيل، ما يعلمني قبل بشهرين هكاك بشهر بشهرين مش نقرا حسابي. عم تغش المشيشة، تغش ياسر المشيشة. قال لهم السيد يعمل في الشعبويه وخذ قرارات اجراميه مشى طول اقل وي. اما قيس سعيد ما سكتش. قيس سعيد قيس سعيد ما قالوا له راهو المشيشي اقال وزير الصحه لانه تابع القصر. اخي قيس سعيد باش يبين انه وزير الصحه مش تابع القصر استدعاه البارح للقصر. هذا فوزي المهدي، هذا فوزي المهدي كي استدعاه قيس سعيد للقصر مشى قال لك القصر هذيك مفجوعه. قال اكيد اكيد هذا باش يوبخني سيد الرئيس، والله مشكله. قال رئيس حكومه يوبخ فيا من غادي ورئيس جمهوريه يوبخ من غادي برا. قال واحد يمشي ياخذ الكتاب ويروح، هذيك هي المسؤوليه خويا في تونس. هذا قيس سعيد حط فوزي المهدي وزير الصحه قدامه وقال له شفت ما هو كيفاش يا سي فوزي المهدي، شفت الاجرام في حق الشعب؟ طبس راسه وزير الصحه قال ما باش يبدا الصواريخ تو باش تبدا على راسي. قالوا عشرات الالاف يبعثون في نفس الوقت مراكز التلقيح، هذه جريمه في حق الشعب التونسي. هذا وزير الصحه قام باش يقول راني انا بعثتهم وسامحني راني غلط. يا اخي قيس سعيد قالوا انت عيط لك باش نشكرك على مجهوداتك وخدمتك يا فوزي، انت ماكش كيفهم انت تبارك الله عليك. قالوا انت مش في وجهك، انت خدمت بكل تفاؤل بكل ذكاء. قالوا اما غريب، قالوا غريب ما حصل الامس يا فوزي، مجزرة حلوها في الشعب التونسي هذيك ويجب محاسبه المسؤولين اشد حساب. وغزر للوزير وقالوا من المسؤول عن كل هذا الاستهتار؟ قام الوزير قال لك طويز مني يقول له، قال له قام شو يقول له انا المسؤول ودخلت بعض. يا اخي الوزير هو مازال ما تكلمش وقال له قيس سعيد، قال له انت اقعد راك انت سيد الوزير، انت ماكش كيفهم، انت ما عندكش دخل بالموضوع وبارك الله فيك على مجهوداتك الحق ومشهود لك بالذكاء والاخلاص. وعيطت لك راني باش نطيب خاطرك ونكرمك، اما الغبي اللي مخرج العباد بالالاف لمراكز التلقيح هذا لازم يتعاقبه. تو اللي خذا القرار هذايا وبلغوا للشعب يجي مسؤول هذا وسط الحكومه. وكفوزي المهدي مسكين واهق مش عارف باش يعمل، هو الراجل مولا العامله مش فاهم الراجل ينبر عليه ولا شنو يحكي بجد ولا شنو تصور. قالوا يا سي فوزي نهار ثاني عيد ما زلت العباد ما زلت تشوي هو معيط للناس باش يقتلهم، تو هذا مسؤوليه بربي، هذوما دقيقه ما يلزمش يزيدوا في الحكومه. الوزير قال لك ما عادش فيها، تو يلزمني نفسر له راه انا مولا العامله. قاموا قالوا يا سيد الرئيس راهو انا، انت رجل دوله. قالوا قيس سعيد اي من غير ما تحكي اقعد. قالوا يا فوزي شبيك واقف اقعد، انت اكيد تتمنى ان يتعاقب العمل العامله هذه الشنيعه هذه يا زلمه، انت راك مغلغل عليهم كيفين. وانا بالمناسبه قالوا حبيت نشكرك انا على الخدمه اللي خدمتها مع الصحه العسكريه والقوات المسلحه، وهذا مش غريب عليك يا فوزي راهو الحق تاع ربي. اماكن مشيشي من الاول يحب ينطرك قال شنو هي انت تابع القصر، اللي خرج العباد بالالاف باش يلقحوا هذا يجب يحب ينشر العدوى ومش تلقيح وسوف ينال العقاب الذي يليق. حاسيلو وزير الصحة دخل ما فاهم شيء، خرج ما فاهم شيء. حتى كي خرج مع عند قيس سعيد جماعة قالوا له ها اش قال لك قيس سعيد؟ ولا قال لهم أنا شكرني، أما وزير الصحة نحال وصلوا ورشم له شكبه.